السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا في برنامج العاشرة، ونخصصها للحديث عن المواقف الدولية الأخيرة وتطوراتها حول الأوضاع في ليبيا في ظل المشاورات التي تقوم بها أطراف دولية وإقليمية، لا سيما التحرك الجزائري ورفض أعضاء في الكونغرس سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الأزمة في ليبيا. فما طبيعة المواقف الدولية والإقليمية الأخيرة وتأثيرها على العملية السياسية في ليبيا؟ وما جدوى هذه المشاورات في إطار الاتفاق السياسي والبدائل الممكنة؟ وما مدى جدية وقدرة الأطراف السياسية الليبية في الاستفادة وتكييف هذه المواقف لصالح حل الأزمة الليبية؟ نطرح هذه التساؤلات وغيرها مع ضيوفنا عبر الهاتف عبر الأقمار الاصطناعية من طرابلس، الناشط السياسي صلاح البكوش، وعبر الهاتف من بيروت الصحفي عبد الحكيم معتوق، عبر الهاتف من وساطة المحلل السياسي أحمد أرواتي، وعبر الهاتف من جنيف المحلل السياسي محمد خضير. نرحب بكم جميعا. قبل أن نبدأ النقاش نتابع هذا التقرير الذي يضعنا في صورة موضوع الحلقة. تستمر الجهود الدبلوماسية للدفع بالعملية السياسية في ليبيا عبر التواصل الذي تجريه بعض الأطراف الدولية والإقليمية مع الفاعلين السياسيين وحتى العسكريين من كل الاتجاهات. ويبرز الدور الجزائري بقوة في الأزمة الليبية في هذه الفترة بتحركات قام بها الوزير الجزائري للشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية عبد القادر مساهل في ليبيا، تواصل خلالها مع أطراف عدة في إطار بحث الجزائر عن حل سياسي تحت مظلة الاتفاق السياسي المتعثر. وتستمر هذه المشاورات اليوم في الجزائر بلقاء مساهل رئيس البعثة الأممية في ليبيا مارتن كوبلر، والتي تتعلق بطرح مسودة معدلة الاتفاق الصخيرات. في المقابل رفض عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي رؤية الرئيس دونالد ترامب لدور الولايات المتحدة في ليبيا، مشيرين إلى خطر عدم الاستقرار في ليبيا على مصالح الأمن القومي الأمريكي على حد تعبيرهم. ويرى مراقبون أن تصريحات دونالد ترامب حول عدم مواصلة الولايات المتحدة في القيام بدور في تحقيق الاستقرار في ليبيا تثير مخاوف حول إمكانية التوصل إلى تسوية سياسية في ليبيا، وتفتح الباب أمام تدخل روسي أكبر في المنطقة، رغم أبدته روسيا من انفتاح على أطراف أخرى باستضافة قوات من البنيان المرصوص وزيارة وفد رفيع للعاصمة طرابلس لتفعيل الشراكة الاقتصادية. فكيف يمكن فهم المواقف الدولية والإقليمية ودورها في دفع الاستقرار بالبلاد قبيل اجتماع دول جوار ليبيا الذي ستستضيفه الجزائر مطلع الشهر القادم؟ أبدأ معك سيد البكوش، يعني كيف يمكن فهم المواقف الدولية في ظل التحركات الدبلوماسية الأخيرة والأوضاع العسكرية التي تشهدها المنطقة الجنوبية؟ والله في تصوري أن عندما نقرأ الأوضاع أو الأوضاع في داخل ليبيا وتعامل القوى الدولية معها، أعتقد أن هناك سمتين بارزتين، وهما أنه ليس هناك أي حل في ليبيا خارج إطار الاتفاق السياسي. هذا أكدت عليه الأمم المتحدة ومجلس الأمن والبيان المشترك للاتحاد الأفريقي والجامعة العربية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، كما أن تحركات روسيا هي بهذا الاتجاه، وأن هناك أيضا والسمة الثانية وهي أنه ليس هناك حل عسكري في ليبيا. أعتقد أن هذين هما الركيزتين التي تبناهما المجتمع الدولي، وفي تصوري هما الركيزتين الذين يتبناهما الآن الأطراف الرئيسية في ليبيا. طيب سيد خضير، يعني الحضور الجزائري متصاعد في الأزمة الليبية، كيف تفسر بروز هذا الموقف؟ السلام عليكم، تحياتي لكل ضيوف وخاصة للسيد البقوش، وأنا سعيد جدا برؤيته مرة ثانية. فيما يخص السؤال سيدي الكريم، الجزائر من بداية الأزمة وهي تتكلم عن الحل السياسي، ودور الجزائر تضاعف في الآونة الأخيرة أو أصبح أكثر فعالية، وهذا بعدما استقبل السيد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مساهل وأعطاه توجيهات في هذا المضمار منذ يعني قبل زيارة مساهل ب 10 أيام أو 15 يوم. كان لقاء مع الرئيس، لأن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة واعي جدا ويعرف المنطقة جيدا، واعي جدا بالمخاطر
التي تجعل يعني التي تقر في المصالح الإدارية في حال ما إذا بقت ليبيا بين قوسين أو دولة كما يسمى دولة فاشلة، أي أن الحرب الأهلية ممكن أن تشعل كل المنطقة. حتى يعني هناك جزائر تعمل الدبلوماسية بطريقتين، تعمل بطريقة التي تظهر في التلفزيونات، وهناك طريقة يعني تحت كما تسمى تحت الطاولة باتصالات. كان هناك اتصالات مع الجمهورية العربية السعودية، واتصالات في إيطاليا، واتصالات حتى في الولايات المتحدة. لم هذا المشكل، لأن هذا المشكل إذا يعني لم في ظرف وجيز جدا يمكن أن يكون قنبلة تتفجر في أي وقت، وهذا الجزائر أصبحت تتحمل فوق طاقتها عند الحدود الليبية والسلاح الذي يهرب من هناك. طبعا نحن لا نتهم ليبيا بهذا، ولكن هناك بعض يعني الفصائل الإرهابية، لهذا أصبحت الجزائر يعني ترى أن أمن ليبيا أصبح تقريبا في نفس المستوى مع أمن الجزائر. طيب سيد الروياتي، إذن ما حجم التقارب والاختلاف في المواقف خاصة بين دول الجوار؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أشكرك على الاستضافة سيد آدم، وحييك وحيي ضيوفك الكرام، وسأنتهز هذه الفرصة أيضا لأرحب بالسيد صلاح البكوش، وأتمنى له الحفظ والسلامة، ونسأل الله أن يعينه ويعيننا على مأساة ليبيا. ربما من يلاحظ الأحداث الأخيرة أو الأشهر الأخيرة هو زيادة وتيرة تفاعل العديد من الدول وخاصة دول الجوار في محاولة حلحلة الملف الليبي أو المضي قدما بالملف الليبي أو ملف التوافق الذي بالفعل أصبح جامدا. هذا الحراك يقرأ من عدة نواحي. الناحية الأولى أن هناك بعض الدول تحركت بناء على ردات فعل للأمانة، أخص بالذكر أعتقد الجزائر رغم دورها الفاعل دائما، إلا أنها تحاول دائما أن تكون في الصفوف الخلفية في خلال الخمس سنوات الماضية لأي إشكاليات داخل ليبيا، وتنأى بنفسها عن التدخل بشكل فاعل. ولكن الكل يعرف أن التناقض أو دور الاحتدام ما بينها وبين مصر تحديدا ربما هو ما ألزمها لأن تكون الآن واضحة الظهور في المشهد الليبي، وتحاول أن تدخل كطرف يمكن أن يحلحل هذا الملف. ونتمنى أن يكون دورها في هذا السياق، خاصة أن هذا الدور الجزائري تداخل بعد محاولات مصر للظهور للمشهد من جديد بشكل واضح وليس عبر الاختفاء وراء طرف ليبي، عندما دعت أطراف الحوار إلى مصر لمحاولة تقريب وجهة النظر ما بين حفتر والسراج، وفشل تلك المحاولة. من بعدها ظهرت المحاولة الجزائرية والتي تبلورت بادئ الأمر قبل أكثر من شهرين في محاولة أو المبادرة التونسية، مما تدعى المبادرة التونسية التي تبنتها دول الجوار المغرب العربي وانضمت إليها مصر لمحاولة تحريك عجلة الحوار الوطني. نستطيع أن نقول أنه إلى الآن الإشكالية أو الخوف الكبير أن الكثير من دول الجوار، وسأقول حتى من دول الجوار هي الدول البحر المتوسط مثل إيطاليا مثلا سأعتبرها من دول الجوار، أن دول الجوار كل منها الآن يحاول أن يكون منفردا أو يحاول أن يتداخل منفردا لحل الأزمة الليبية، وهذا انفصام في فهم الواقع، لأن إشكالية الوضع الليبي في 70% منهم هو اختلاف دول العالم حول رؤية الحل السياسي الليبي أو ما هي الخطوات التي يجب أن تتبع لحلحلة الملف الجامد للتوافق الوطني والعرقلة التي حصلت فيه خلال السنة الماضية. لذلك أعتقد أن العمل المنفرد بهذه الدول لن يزيد الطين إلا بلة، لا أعتقد أنه سيحدث فرق. أتمنى من دول الجوار والدول الإقليمية الفاعلة في المشهد الليبي أو الدول الأوروبية دول البحر المتوسط المتداخلة في المشهد الليبي أن توحد رؤاها حول النقاط الرئيسية التي يمكن أن تقود من خلالها حلحلة هذا الملف أو تحريكه إلى الأمام. أما الادعاء بالمقولات العمومية كأن التوافق الوطني هو المظلة الأولى لأي حلول أخرى، أو أن الحل العسكري منبوذ نهائيا في ليبيا وربما ما تتفق عليه كافة الدول، ولكن لا يوجد رؤية واضحة لنقاط محددة حول طريقة هذا الحل. الكل إلى الآن إما يجامل بعض الأطراف، وإما أنه يلعب ما تحت الطاولة لمحاولة دعم طرف وإن كان بشيء من المرونة أو الدبلوماسية السياسية، ولكن حقيقة الواقع يقول أنه إذا لم يستطع تمرير
ذلك مشروع ذلك التيار في ليبيا فإنه سيعرقل المشاريع الأخرى وسنظل في نفس الدائرة ودائرة الاختلافات والفوضى الحادثة. في المجمل أعتقد الجزائر أثبتت خلال 5 سنوات تحديدا أنها تحاول أن تنهى بنفسها عن التدخل في الشؤون الدول الأخرى ومن ضمنها ليبيا منذ أحداث فبراير. الآن ماذا تتدخل بقوة عبر مندوبها أو وزير الشؤون المغاربية السيد عبد القادر المساهر، والكل يعرف زيارته خلال الأسبوع الماضي الكثير من الأطراف الليبية وتحديدا بالفعل، وكأن لديه قراءة حقيقية للأطراف المتصارعة وأطراف النزاع الحقيقيين عندما زار الزنتان مصرات طبرق وما يعرف بكتلة الرئاسة تحديدا هناك المعرقلين أو كتلة ما يعرف بالفيدراليين، من بعدها الزنتان ثم مصراتها وختمها بالمجلس الرئاسي كمخرج رئيسي للتوافق الوطني وهو سدة أو رأس حرم التوافق الذي من خلاله يمكن تمرير أي توافقات. الواقع يقول أنه لم يعطي أي مبادرات أو حلول معينة. ما أعرفه شخصيا وخاصة من زيارتي لمدينة مصراتة أنه حاول أن يعرف ما يريده الطرف أو هذا الطرف الموجود في مصراتة، ما هي حدود تنازلاته، ما هي حدود مطالبه، ما هي الخطوط الحمراء لديه، ما هي إمكانيات أو حدود التنازلات التي يمكن أن يقدمها لأي توافقات، وهو يعرف من هو من هم الخصوم الذين يمكن الذين يعرقلون أو يقفون خلال ضد نقاط معينة الكل بدأ يعرفها في التوافق الوطني والتي سببت هذه الأزمة. نتمنى أن تتبلور، وما أعلمه تحديدا أن المبادرة الجزائرية لا زالت تدور ضمن المبادرة التونسية، أي أن ما جاء به مساهل هو ضمن المشروع المغاربي تونس المغرب تونس الجزائر. طيب يعني هل يمكن أن نفهم أن هذا التحرك الجزائري هو تحرك أحادي أم أنه تحرك ضمن السياق ما سميته أنت بالمغاربي أو الإقليمي أو بشكل عام مجتمع دولي؟ للأمانة لم يصرح السيد مساهل بهذا الأمر. ساهل جاء وكأنه يقول أنه أريد أن أعرف ما هي الأوضاع لديكم، ما هي رؤيتكم للإشكاليات الموجودة، ما هي رؤيتكم لبعض النقاط التي الكل يعرف أنها أسباب الأزمة التوافقية. هذا ما جاء به سهل، ولكن خلال قراءة المشهد خاصة أن هناك تواصلات حتى من قبل الطرف التونسي وإن كان بشكل غير مباشر عبر اتصالات مع أطراف كثيرة داخل ليبيا، أعتقد أنا شخصيا أستطيع أن أقول أن الدور ما قام به عبد القادر مساهل الوزير الجزائري هو ضمن دور مشترك ما بين تونس والجزائر. أما دور مصر فلا أعرف تحديدا هل هي معهما، وأنا شخصيا أعتقد أنها ليست معهما في هذا الدور. مصر تداخلت في المشروع عندما تبنته تونس، لا أعتقد أنها بتلك فاعلية، فالكل يعرف نقاط الخلاف ما بين رؤيتها للحل في ليبيا وبين رؤية الجزائر، ولذلك أعتقد أنني أستطيع أن أقول أن دور مساهل هو دور جزائري تونسي تحديدا، هو ما يحاول أن يعدل له في تونس عبر سيد مساهل. أما الدور المصري فلا أستطيع أن أحسن بهذا الأمر، دون أن أنسى التذكير بأن دور إيطاليا الأخير بتبنيها أو تبنيها لموضوع لقاء رئيسي البرلمان ومجلس الدولة، هذا دور آخر أيضا يجب أن يثار في هذه الحلقة كونه يصب على موضوع داخل التوافق الوطني ويعطينا الإشارة للخلل لقيام كل دولة بمحاولة حل الموضوع بعيدا عن الأطراف أو الدول الأخرى، وهو ما سيزيد تأزيم للوضع أكثر من تقريبه حسب رؤيتي. طيب سيد البكوش، يعني أنت تحدثت عن سمات أو ثوابت معينة وهو الحل السياسي وكذلك الاتفاق السياسي، التمسك بهذين المسارين أو هذين الثوابت. هل كل الأطراف الآن الطرفين أو كل الأطراف في ليبيا مقتنعة تماما أن هذه النقاط لا يمكن النقاش فيها، مسألة الحل السياسي، تمسك بالحل السياسي وكذلك فيما يتعلق بإطار الاتفاق السياسي؟ أنا يعني شبه متأكد من ذلك. هذا ما أقره مجلس الأمن في قراراته الأخيرة، وهذا ما قاله السيد كوبلر في إفادته في هذا الشهر أمام مجلس الأمن، حيث صرح بأنه حرفيا بأنه ليس هناك خطة باء، الخطة باء هي الاتفاق السياسي، كما هو الحال أن الخطة ألف هي الاتفاق السياسي. الاجتماع الأخير والذي صدر عنه كما ذكرت سابقا
بيان مشترك بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والجامعة العربية، أكد على أن الاتفاق السياسي هو الإطار لهذا للمسار السياسي. كما أننا يجب أن لا ننسى بأن السيد مساهر في الواقع قال بالحرف الواحد بأنه ليس هناك مبادرة جزائرية وليس هناك مبادرة جزائرية تونسية، وأن الجزائر تدفع باتجاه أن يتفق طرفا الاتفاق السياسي على أي تعديلات وأن يجتمعا معا لحلحلة هذه الأمور، وأنه ليس هناك داع لأي مبادرات جديدة. وهذا مهم جدا كما ذكر السيد الروياتي، أننا لا نريد أن نعكر هذه المسارات بمقترحات جديدة كالذين ينادون بمحادثات رباعية الأطراف وثلاثية الأطراف وإدخال هذا وذاك، لأن هذا يفتح الباب إلى تعطيل الأمور. وفي تصوري أن الأوضاع في ليبيا لم تعد تحتمل هذا النقاش، وهو ما أوصله أعتقد السيد رئيس مجلس الدولة للسيد كوبلر في اجتماعهم الأخير، بأنه يجب أن نتقدم إلى الأمام وأن نبتعد عن محاولة اقتراح آليات جديدة خارج نص الاتفاق السياسي حتى لا نضيع الوقت، لأن البلاد تحتاج إلى اتفاق فعال وسريع ويمكن تنفيذه. طيب سيد خضير، يعني ما هي الأدوات التي تمتلكها الجزائر للضغط على كل الأطراف دون أن تحسب على طرف ما مثل ما وقعت فيه بعض الدول المجاورة؟ سيدي الكريم، أولا الجزائر تعرف ليبيا، هي جارة ليبيا منذ سنين، تعرف كل يعني مكونات الشعب الليبي. الجزائر لها يعني قوة عسكرية لا يستهان بها، ليس هذا أنها تتعامل بهذه القوة، لكن الجميع يحترم دور الجزائر ودور الدبلوماسية الجزائرية. وسيد مساهل عندما أراد أن يقوم زيارة ليبيا لم يزر منطقة ويترك منطقة، وإنما لمعرفته يعني المشكل منذ بدايته زار كل المناطق وتكلم مع كل الأطراف ووضع كل الأطراف في يعني لم يأتي بجديد كما قال صديقي البخوش، لكن أراد أن يدفع بما هو موجود أن يفعله، لأن اتفاق الصقيرات حتى وإن كان ضعيفا يجب أن يذهب أبعد من ذلك. فالجزائر اتصالات الجزائر مع روسيا أيضا لإيجاد حل للمعضلة الليبية، اتصالات الجزائر مع الولايات المتحدة رغم أن كما نعرف أن الكونغرس لا يوافق على ما يقترحه الرئيس ترامب، إلا أن ترامب رمى بالملف للاتحاد الأوروبي عندما زار رئيس الوزراء الإيطالي الولايات المتحدة. إذن فالجزائر بموقعها الجغرافي وموقعها يعني قوتها الدبلوماسية ثقة الأطراف الآن في الجزائر، كل الأطراف لم تكن يعني في يوم من الأيام تساند طرف على طرف وكانت تلعب على ورقة الحياد أو تتبنى الحياد، وهذه السياسة الجزائرية الدارية معروفة. وجود الجزائر اليوم لأن كما قلت الخطر أصبح أكثر فأكثر، وتحمل عبء الوضع الأمني أصبح يقلق الجزائر، ونحن حتى في الجزائر يعني حتى في الوضع الداخلي نحن على أبواب الانتخابات ونحن على أبواب بعض التغيرات، يجب تأمين يعني الحدود الجزائرية وتأمين البعد الاستراتيجي الجزائري. البعد الاستراتيجي الجزائري هو طبعا في ليبيا وتونس، لذا فأظن أن السيد مساهل لم يكن ليحضر لو لم يكن هناك نوع من اتفاق ما بينه وبين الطرف المصري على الأقل لحد الآن. سوف نرى من يوم يناير من سيحضر لقاء الجزائر على ماذا سيكون الكلام، لكن كما قال ضيوف الكرام ليس هناك جديد. الجزائر لا تريد أن تأتي بمبادرة جديدة، الجزائر تريد وقالها حق سهل سيد السهل عدة مرات، الجزائر تريد أن تدفع بما هو موجود ويعني تركز عليه وتبني عليه.
طيب سيد الروايتي، يعني بما أنك أشرت إلى مسألة لربما ضعف الدور المصري، نلاحظ تضاؤل للحضور المصري، خاصة وأن الحديث يدور حول تعديل في الاتفاق السياسي، كيف يمكن أن نفهم ذلك؟ سيد آدم، هو ليس ضعف للدور المصري بقدر كون أن الدور المصري أكثر وضوح من أي دولة أخرى في دعمه لطرف معين، أي أنه خلال السنتين الماضيتين دعمه الكامل لعملية الكرامة ألقت بدلالها على أن مصر لن تكون طرف محايد كالجزائر مثلا أو تونس، التي لم يظهر من خلال تصرفاتها السياسية والدبلوماسية خلال السنتين أو الثلاثة الماضية أنها تدعم طرف منها آخر، بل أنها تعاملت بواقعية مع المشهد الليبي بمحتواه الموجود سواء كان شرعي أو غير شرعي، ميليشيوي أو غير ميليشيوي، دعنا بكل تلك التسميات التي تشاع في داخل ليبيا من كافة أطرافها ومسمياتها. هذا الدور أضعف من أي محاولات مصرية، لأنها ستلقى الرفض على الأقل من نصف الليبيين، إضافة إلى الأطراف الدولية الأخرى التي لا تريد لأن يكون لمصر دور فاعل أو نصيب الأسد في المشهد الليبي. والكل يعرف أن مصر حتى لو ادعت البراءة الآن وأنها تحاول حل الإشكال الليبي بحيادية مع كل الأطراف، فإن تاريخها خلال السنتين الماضيتين لن يشفع لها، ولذلك سيدعو بعض الدول التي ترى في نفسها الندية لمصر كالجزائر لأن تتداخل. الجزائر تحديدا، ربما سأكون أكثر جرأة من ضيفك الكريم محمد خضير، يجب أن لا ننسى أن الجزائر لديها أيضا مصالح خاصة بالجزائر تراعيها. هذه المصلحة كما قلت أنها لا تريد بطرف الكرامة أن ينتصر في عمومه عبر الحكم العسكري المتمثل في حفتر، لأن ذلك سيقوض دور الجزائر الداخلي على الأقل في أكثر من نصف ليبيا الذي تستحوذ عليه مصر، إضافة إلى أن الجزائر تراعي الإشكالية في منطقة جبل نفوسة الليبية والتي تتكون عرقيا من مجموعة الأمازيغ والعرب، ولذلك وكلنا يعرف أن طرف الزنتان تحديدا هو طرف عربي في منطقة جبل نفوسة، وهذا الطرف محسوب أو ينتمي في إعلاناته الرسمية إلى طرف الكرامة، يتمسك ببرلمان سلطة شرعية، لا يعترف بالتوافق الوطني حتى الساعة، يتمسك بالمؤسسة العسكرية المجرد شرق أنها المؤسسة العسكرية العليا الليبية وأنه يتبعها، وهذا الطرف هو ما يمثل الضامن للجزائر في الغرب الليبي لعدم خلق أو ظهور ما يعرف بمشروع دولة الأمازيغ، والتي الجزائر تحاربه منذ فترة ولا تريد أن يخرج على السطح بأي شكل، لأنه يمس الحدود الجزائرية، لأن هذا المكون خليط في تلك المنطقة يتداخل حتى مع الحدود الجزائرية. يعني أن إشكالية الجزائر أنها أمام مصلحتين متضاربتين لديها، تحاول أن تراعي كل منهما للوصول إلى حل حقيقي يحمي مصالحها سواء الداخلية الجزائرية أو دورها داخل ليبيا. أما مصر كما قلت يظل دورها دائما محط نظر من الدول الأخرى، محط نظر من طرف كبير من الليبيين، لن يكون له تلك الفاعلية، ولعل هذا ما ربما أثار مصر في فشلها خلال محاولة جمع السراج وسيد حفتر في مصر، الأمر الذي دعا مصر إلى خطاب أكثر تشددا أو رجوعها إلى الخطاب السابق لها كما حصل في اجتماع الجمعية العمومية السابق أو طرح الملف الليبي، والذي جاء على لسان ممثل مصر المتحدة ما كان يتداوله طرف الكرامة وتتداوله الدول الداعمة له كمصر والإمارات، من فتح مجال التسليح لما يعرف بالمؤسسة العسكرية في المنطقة الشرقية، أي أنها عادت إلى نفس الوتر وعادت إليها حقيقة الشكوك والتي تقول أن مصر لن تكون طرف محايد وهي تدعم ذلك. طيب إذن هذا الدور سيد الروايتي كيف سيؤثر على التحركات الأخيرة للدور الجزائري؟ هو لن يؤثر، لأن مصر هي من تدخلت أولا. هو السؤال الحقيقي هو كيف سيكون تأثير التدخل الجزائري على محاولة مصر أن تكون فاعلة داخليا أو أن تكون الراعي لحل بين الأطراف الليبية تحت شماعة أنها محايدة. أعتقد أن تداخل الدور الجزائري وزيارة السيد المتهل على الأقل، هي الآن الجزائر تبعث برسالة حتى وإن كان السيد المتهل لم يأتي بأي مبادرة، وهذا مؤكد بتصريحه ومما لاحظناه نحن على الأرض هنا، السيد المتهل يقول أنني موجود على الساحة الليبية، زار كافة الأطراف ربما لم يفعلها حتى الطرف المصري، زار الأطراف المتناقضة جميعا طبرق ومنطقة الغربية، أي أنه وكأنه يبعث رسالة إلى مصر، أنا أكثر وجود منك داخل ليبيا وأنا أكثر واقعية وحيادية بأن أضع
حلول للإشكالية الليبية، ولكنني أيضا متمسك بالمبدأ الذي أسير به، وهو أن الحلول لن تأتي إلا من خلال الليبيين، ولن أأتي بأي حلول تلفيقية سترفض من هنا وهناك. أعتقد أن الأطراف الليبية بالفعل معنية تحديدا بأن تجلس سويا. أعتقد أن الجلسة الأخيرة لمجلس الدولة ورئيس البرلمان في إيطاليا خطوة جيدة جدا لمحاولة حلحلة الملف، ولكن يجب أن نضع في اعتبارنا بعض النقاط التي يجب أن تكون أولوية في هذه الانطلاقة. يجب أن لا ننسى أن البرلمان أو السيد عقيلة صالح حتى الساعة لم يعترف بأنه دخل إلى التوافق الوطني، فهو جلوسه هناك لا أعرف بأي صفة. أيضا يجب أن لا ننسى أن السيد عقيلة وزمرته في مدينة طبرق إلى الآن لا زال في حالة انفصام للشخصية، من جهة يرفضون التوافق الوطني ومخرجاته، ومن جهة يفعلون بعض الأمور الإدارية. طيب سنأتي إلى ذلك سيد دروياتي. سيد بكوش، نتجه للموقف الأمريكي، يعني رفض عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي رؤية الرئيس دونالد ترامب لدور الولايات المتحدة في ليبيا. ما الذي يمثل هذا الرفض لموقف الرئيس الأمريكي؟ التركيبة السياسية في الولايات المتحدة وحسب دستورها وعرفها، الرئيس الجمهورية أو رئيس الدولة هو الذي يتحكم في السياسة الخارجية. كلما يستطيع الكونغرس بشقي مجلس النواب ومجلس الشيوخ أن يقوم به للتأثير في السياسة الخارجية هو حجب التمويل عن بعض البرامج التي تتعلق بالسياسة الخارجية. على سبيل المثال يستطيع أن يحجب المساعدات العسكرية عن دولة أو ما إلى ذلك، ولكنه في هذه القرارات التي لا تحتاج إلى تمويل لا يستطيع الكونغرس الأمريكي بشقي التأثير كثيرا في سياسة رئيس الدولة. السيد ترامب كان يقول بأنه لا يريد لأمريكا أن تستمر في لعب دور شرطي العالم، وعلى هذا الأساس كانت هناك توقعات بأنه سيوكل ملف ليبيا إلى إحدى الدول الإقليمية، وكانت هذه الدولة وبعض الأطراف في ليبيا تصرح بذلك وتتمنى ذلك، وكان لعابها يسير في انتظار أن ترامب سيفوض ذلك. ولكن تأثير مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي ووزير دفاعه، وهما جنرالات من الجيش الأمريكي اللصيق بحلف الناتو وبالاتحاد الأوروبي، جعله يتغاضى عن ذلك ويوكل دورا رئيسيا في الملف الليبي للاتحاد الأوروبي. وربما كانت زيارة السيد جنتيلوني رئيس الوزراء الإيطالي إلى أمريكا أحد نتائج هذا التحول في سياسة ترامب، وهو ما أدى ربما إلى الدور الفعال والنشيط الذي قامت به إيطاليا ورئيس ووزير خارجيتها الفانو في تسهيل لقاء السيد عقيلة صالح رئيس البرلمان والسيد عبد الرحمن السويحلي رئيس مجلس الدولة في روما الأسبوع الماضي. أعتقد أن هذا ما يجري الآن، وعلى هذا الأساس نرى أن هناك مبادرات أوروبية لتسهيل لقاء طرفي الاتفاق السياسي، والتركيز دائما على أن الاتفاق السياسي هو الحل الوحيد لليبيا الممكن الآن على الأقل، ربما نجد حلول أخرى في وقت آخر، ولكن هذا هو الخطة ألف والخطة باء كما ذكرنا سابقا. طيب إذن هل هناك سيد بكوش تصور ما للدور الأمريكي في ليبيا؟ التطور المهم هو أن أعتقد أننا نستطيع أن نتجاهل تماما أي أماني أو أضغاط أحلام كانت متواجدة عند أي من الأطراف بأن الدور الأمريكي سينحاز تماما إلى هذا الطرف أو ذاك. أعتقد أن الدور الأمريكي سيتبنى الدور السابق لدى بطريقة أكبر ربما، الدور الذي كانت تلعبه الإدارة الأمريكية تحت أوباما، وربما سيكون هناك تفويض أكبر للاتحاد الأوروبي للتعامل مع القضية الليبية أكبر من ذي قبل.
طيب يعني هناك مخاوف من قبل يعني مجلس الشيوخ، أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي بخصوص رؤية ترامب أو الرئيس ترامب فيما يتعلق بالمشهد الليبي، يعني برأيك يعني هل سيؤثر هذا لربما إلى اتخاذ قرارات ما أمريكية والتأثير في المشهد الليبي مستقبلا؟ لا أعتقد ذلك، أعتقد أن ترامب سيركز على الاستماع إلى الاتحاد الأوروبي بدرجة كبيرة، وبدرجة ثانية القوى الإقليمية في المنطقة، لمعرفته بأن هذه القوى الإقليمية تنحاز إلى هذا الطرف أو ذلك، ولكنه سيركز على الاستماع إلى نصائح الاتحاد الأوروبي وخاصة الدول المطلة على البحر المتوسط، وهذا ما سيقوم به ترامب، ولكنه سوف لن يقوم بأي دور رئيسي أو فعال، إذ أن لديه ما يكفيه، وخاصة بتقدم القضية الكورية الشمالية إلى مقدمة المشهد السياسي، وأوكرانيا وروسيا وما إلى ذلك، فأعتقد أنه لن يؤثر كثيرا في القضية الليبية، ولكنه سيؤثر فيها عن طريق الاعتماد على الاتحاد الأوروبي. طيب سيد خضير، مساهل تحدث عن التهديدات وعدم الاستقرار في الجنوب الغربي لليبيا نظرا لنشاط المنظمات الإجرامية، إلى أي حد ساهمت المواجهات في الجنوب من تنامي الدور الجزائري والتحرك نحو إيجاد حل للأزمة الليبية؟ سيدي أظنك تتابع الأخبار في الجزائر، وما يعني ما تقوم به مصالح الدفاع الوطني أو الجيش الشعبي الوطني واكتشافه في كل مرة، يعني كل أسبوع تقريبا، يعني مخابئ للسلاح، وسلاح من نوع يعني متطور جدا 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 وخطير جدا جدا، وحتى بعض الرعاية، يعني حتى بعض هناك بعض الرعاية للتجسس. فكل هذا الخطر يأتي من يعني للأسف من الحدود الليبية، والجزائر يعني بجيشها يقوم بعمل جبار جدا في الحدود الليبية لمنع وصول هذه الأسلحة، ومع ذلك فهو يعني هذه الأسلحة تستطيع أن تصل بعض الأحيان إلى الجنوب الجزائري ومنطقة الساحل. لهذا الجزائر تلعب يعني ورقة أمنية خطيرة جدا وعلى أمنها. الجزائر تعرف أن الخطر الآن أصبح في الساحل، وأن كل الذين يريدون يعني عدم استقرار الجزائر أو ليبيا أو تونس يتجهون نحو الجنوب، والحدود الجزائرية الليبية شاسعة جدا وكبيرة جدا، ورغم الجهود رغم الأعداد من الجيش الوطني الشعبي الجزائري في المنطقة، إلا أن ما زالت هناك عدة يعني عدة اختراقات. طيب يعني 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 أنت ترى لربما التحركات الأخيرة في المنطقة الجنوبية الليبية أثرت لربما من أو ساهمت في تنامي الدور الجزائري والتحرك نحو إيجاد حل للأزمة الليبية؟ الجزائر كانت تحاول يعني بدون هذه المشاكل تريد الحل الليبي، لأن كما قلت حتى الجزائر كما قال صديقي من مصراتة قال أنني بستجري، أنا أعرف أن الجزائر مصالح، الجزائر يعني أجندة مثل كل دول، والجزائر تعرف المنطقة جيدا وتعرف يعني مكونات الإثنية لهذه المنطقة، والجزائر لا تريد أن يكون هناك حتى كلمة فيدرالية تخيف بين قوسين الجزائر لا تريد كلمة فيدرالية مهما كانت، تريد البقاء على الوحدة الليبية، لأن كلمة فيدرالية يعني كلمة تقسيم، وهناك تكون هناك يعني عرقية، وربما ندخل في حروب عرقية. لذا فالدور الجزائري كما قلت بعدما استقبل السيد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة المساهل لمدة ساعتين، بدأ المساهل يعني وكان أطلق سلاح في الملف، وبدأ يتصرف بنوع من يعني لم نشهده من قبل، يعني حتى هذه الزيارة
كانت منذ سنة أو سنتين كانت تعتبر ضرب من الخيال، أما الآن فالجزائر عندما يصل السهل ويستقبل من طرف حفصة ويتكلمان بكل يعني حرية، هذا يعني أن الجزائر أصبح الملف الليبي بالنسبة لها نستطيع أن نقول رقم واحد في وزارة الخارجية. لهذا فدور الجزائري وكان فرض عليه أن يصبح أكبر، وحتى يعني كما قال الأخ أن الجانب المصري لا يمكن أن يلعب هذا الدور، لأن للأسف ما فعلته مصر في بداية الحركة وحتى في يعني عندما يعني هاجمت بالطائرات كانت تقول فعل بما قتلوا للمصريين، إلا أن هذا جعل من مصر يعني لها وخاصة مصر ونظام سيسي والدول التي يعني تسانده الإمارات تجعل من مصر لم يمكن أن تؤدي هذا الدور. لهذا فأظن أن مصر تركت الجزائر تقوم بهذا الدور لأنها تعرف أنها ستنجح فيه. طيب سيد روايتي، كوبلر اعتبر مشاركة روسيا بالإيجابية في إيجاد حل للأزمة الليبية في اجتماع له بنائب وزير الخارجية الروسية، هل التحرك الروسي برأيك الأخير يؤكد ذلك؟ لا شك سيد آدم، أعتقد أن الدور الروسي أو التعامل مع الدور الروسي دائما ما يكون في سياق الدبلوماسية من الخصم الأقوى و الأقوى على مستوى العالم وهي أمريكا، لذلك أو من خلال الأمم المتحدة تحديدا الدور الروسي مر بمراحل عديدة، كان في بداياته ربما تصريحات سياسية ليس إلا ولا يوجد أي تدخل حقيقي، بعدها بأشهر وأعتقد أن في الستة أشهر أو سبعة أشهر الماضية بدأ الحراك الروسي الذي أعتقد أنه كان عبارة عن مؤشرات ولم يكن هناك نية حقيقية لروسيا للتدخل في ليبيا، عندما جاءت ببارجة كانت متوجهة إلى البحر المتوسط على السواحل السورية واستقرت في عرض البحر مقابل المنطقة الشرقية الليبية والتقاءها بحفتر هناك وما إلى ذلك، كانت مؤشرات تبعتها روسيا لمحاولة، أنا أعتقد أنها قلتها في مرة سابقة، روسيا لا تستطيع التدخل في ليبيا بشكل واضح وقوي لأنها ستضع نفسها في مواجهة ليست أمريكا فقط ولكن أيضا دول البحر المتوسط وخاصة بالذكر الدول الأوروبية ومنها ثلاث دول تعتبر من الدول العظمى والقوية وهي فرنسا وإيطاليا وبريطانيا، هذه الدول لديها مصالح كبيرة ولديها تدخل قوي في ليبيا منذ أحداث الثورة، ووجود روسيا في المحك الآن لن تسمح به هذه الدول إضافة إلى أمريكا، ولكن مغازلة روسيا من خلال بعض التصريحات الدبلوماسية على الأقل يمكن من خلالها أن يجمد الدور الروسي الخفي لعرقلة الحلول داخل ليبيا. الكل يعرف أن روسيا كما قلت في الخمسة أشهر الماضية حاولت أن تدعم الطرف الكرامة بأي شكل كان على الأقل لتقويته في المشهد الليبي، كون أن الكثير من المشاهد من الرقابة الدولية من كافة دول العالم تؤكد أنها بدأت تنتقد محافظة حفتر الذي ينأى بنفسه عن الدخول للتوافق الوطني بل أنه يصعد من وتيرة النزاع داخل ليبيا، ولذلك روسيا حاولت أن تلعب على هذا الوتر لعلها تكسب مصالح أخرى مع هذه الدول في مناطق أخرى وأخص بالذكر في سوريا، ولذلك الوجود الروسي الآن ومغادرته من قبل كوبلر أو من قبل أمريكا أو من قبل غيرها من الدول هو لمحاولة إبعاده عن المشهد الليبي أو محاولة كبح جماح أي تصرفات منها خفية تدعم ذلك الطرف سواء بالتسليح الخفي أو بخلال قرارات ربما تكون عبر مجلس الأمن في قادم الأيام أو ما إلى ذلك وليس إلا. أما أنا شخصيا فلا أرى أن روسيا يمكن أن تتفاعل في ليبيا بشكل أقوى مما هي الآن فيه الآن، ووجود ربما نائب رئيس أو وزير الخارجية الروسي وزيارته للسراج ربما تعطي بعض المؤشرات لمحاولة إدخال روسيا أو إفهامها الواقعية التوافقية الموجودة في ليبيا والتي يبحث عنها الليبيون أو جل الليبيون من أجل على الأقل أن تساعد في حلحلة ملف مشروع الكرامة بقيادة حفتر للدخول لهذا التوافق أو لكبح جماحي، هذا ما أراه شخصيا بخصوص الدور الروسي.
طيب سيد البكوش، وكالة أنباء الجزائرية ذكرت أن مشاورات تمساهل وكوبلر تتعلق بطرح مسودة معدلة لاتفاق الصخيرات، هل يعني هذا لربما إعادة الاتفاق أو تجاوز النقاط الخلافية ما يؤثر لربما بخلق ربما اتفاق جديد؟ لا أعتقد ذلك، ولا أعتقد أن الجزائر ستكون هي من يقترح مسودة جديدة للاتفاق، ولأن هذا يخالف ما يريده الليبيين. الليبيين يريدون أن يتفقوا هم الأطراف الرئيسية على أي تغييرات ضرورية للاتفاق السياسي، ولا يمكن أن نقبل بتغييرات يقترحها الآخرين. كوبلر أعتقد أنه استلم رسالة قوية وصريحة من السيد رئيس مجلس الدولة عبد الرحمن السويحلي بأننا نرفض أي تدخلات، وأن دور الوسيط الدولي هو تسهيل وصول الأطراف إلى طاولة المفاوضات لكي يتباحثوا في الأمور المهمة التي تهم المواطن الليبي وليبيا بدون أي تدخلات. يجب علينا جميعا أن نؤكد على أن دور المبعوث الأممي هو دور تسهيل وليس دور اقتراح حلول إلا إذا طلبت منه الأطراف ذلك. أعتقد أن الجزائريين قرروا ذلك، وهو ما أوصره السيد مساهل في زيارته الأخيرة للأطراف الليبية من أن الجزائر ليست لها أي مبادرات، وأنها لا تتدخل في الشأن الليبي، وأنها تحاول فقط إقناع الأطراف بالوصول إلى حل توافقي يرضى عليه أغلبية الليبيين. ولكن أيضا أريد أن أؤكد ربما على أن الجزائر إلى جانب ما ذكره الضيوف الكرام حول أهمية الاستقرار في ليبيا، هو أن ما يحدث الآن في الجنوب من نزيف للدم ومن قتال وما إلى ذلك يؤثر تأثيرا مباشرا على الجزائر، وقد تكون له تداعيات خطيرة، إذ أن في الجنوب هناك مكونات قبلية وعرقية لها امتدادات داخل الجزائر وداخل مالي وداخل تشاد وداخل النيجر، وإذا ما اختلفت هذه المكونات وانضم أحدها إلى طرف وآخر إلى طرف آخر، قد تتحول المنطقة وقد تدخل المنطقة في حرب قبلية بصيغة إقليمية، حيث سيتدخل أبناء عمومة هذه المكونات في كل من تشاد والنيجر والجزائر ومالي في هذه الحرب، ونصل إلى توسيع نطاق الحرب والاقتتال في ليبيا، وما لا تريده الجزائر وما لا يريده المجتمع الدولي، وبكل تأكيد ما لا يريده الليبيين. طيب سيد الخضير، إذا أكثر من سنة على توقيع الاتفاق السياسي وما شهدها من مسارات، هل بإمكان الجزائر دفع هذا التوافق بتمسكها بهذا الإطار؟ أولا هذا ما تدفع به الجزائر اليوم، والجزائر كما قلت لا تريد أن تطرح مبادرة أخرى غير مبادرة الصخيرات، لكن تريد فقط أن تفعل هذه المبادرة، حتى كان هناك تغيير في بعض يعني او ملاحظات تضاف كما قلت، بعد الدستور يمكن اعاده كتابه كل شيء في ليبيا، واعاده الدستور هو الذي يحدد نظام الحكم في ليبيا، وليست هذه المحادثات التي بنيت في التي تم اعتمادها في الخيرات هي مجرد محاوله اتفاق الطرفين. للأسف هذه المبادرة لحد الآن لم تجد لها مكان على أرض الواقع، عندنا تقريبا 3 حكومات وعندنا ما زالت الميليشيات لم تتحد لتكوين الجيش الوطني الليبي الذي يكون هو يعني حامي كل الدولة الليبية. الجزائر همها الوحيد أن تصل يعني يصل الليبيين فيما بعضهم إلى اتفاق، ومن المستحيل كما قال السيد زميلي السيد بخوش أن تراهن أو تدخل الجزائر في مبادرة جديدة، لأنها مغامرة يعني خطيرة جدا، ومغامرة ممكن أن تنسف حتى ما تحقق لحد الآن في الصخيرات،
وامتهن له يعني خبره كبيره جدا 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 في المفاوضات في الاتحاد الافريقي وفي الجامعه العربيه، ويعرف يعني ليس غريبا عن المنطقه، يعني ليس ابن المغرب العربي الكبير ما فيه ليبيا. لذا فالجزائر لن تغامر بطرح اي شيء الا اذا طرحه الليبيين نفسهم، وهذا ما كانت تنادي به الجزائر من بدايه الازمه، ان لا يمكن لاي حوار ان ينجح الا اذا كان بين الليبيين انفسهم. وكما قال قاله البخوش ان كوبلر ليس الا مجرد يعني ناقل او مسهل لهذه العمليه. وحتى الجزائر عندما قررت او عندما ستستضيف هذه اللقاء 8 ماي سوف تكون يعني مجرد ضيف او مجرد مستضيف لاخوه ليبيين جاءوا ليتكلموا، ولن تفرض اي شيء ولن تتدخل باي شيء. همها الوحيد ومشكلتها الوحيد ان يصل الطرفين الى نوع من الاتفاق ونوع من الاجماع، واي اجماع يصل اليه الليبيين بينهم سوف تكون الجزائر اول من يعني يصادق عليه واول من يعني يحتضنه. طيب سيد الروياتي، هل ترى ان التمسك بالاتفاق السياسي كاطار لاي مشاورات فقط يكفي لحلحله الازمه، أم أن الأزمة أعمق من ذلك بكثير؟ هو لا يكفي تحديدا، ولكنه إلزام، أي أن السير قدما عبر الاتفاق السياسي كمظلة أولى أو المظلة العليا لحل الإشكال الليبي هو إلزام، أصبح أكثر من كونه أو أكثر من فرضية إمكانية تغييره، لأن فتح باب أي مشاريع جديدة حتى لو كانت ضمن الاتفاق السياسي ولكنها عميقة في تغييرات بنود الاتفاق السياسي، فإنه يفتح المجال إلى هدم هذا المشروع في حد ذاته. لذلك يظل العمل الرئيسي، خاصة أن الكثير من الأطراف لديها يعني متطرفة في تعديلاتها. لذلك الرؤية العامة لكافة الدول التي معنية بالملف الليبي، وأعتقد أن حتى الأطراف الليبية الرئيسية داخل الاتفاق السياسي دائما ما تصرح أن الاتفاق السياسي هو المضمون، لأن فتح اي باب لمشاريع جديده الكل يعرف ان الكل لديه سواء كانوا افراد او مؤسسات او دول لديها مشروعات وفق رؤاها للحل الليبي، ولكن فتح هذا المجال سيرجعنا الى نفس المربع الاول وهو مربع نقطه الصفر التي ستجعل الكل شرعي وغير شرعي لندخل في متاهه اخرى لن نستطيع الخروج منها. ولذلك البناء ضمن مشروع التوافق الوطني هو الحل النهائي، البناء في حدود ضيقه للنقاط الخلافيه الحساسه هو الإلزام وما يجب أن تسير فيه كافة الأطراف السياسية. وأعتقد أن هذا الأمر يحتاج إلى نوع من التروي، إلى نوع من الصبر، خاصة أن الزمن كفيل بأن يلغي الكثير من التوترات والنقاط ربما الهامشية من نقاط الخلاف، والتركيز على النقاط الرئيسية للحل النهائي إلى أن نصل إلى حل أنا شخصيا أراه هو خروج الدستور. حتى نصل إلى حل ربما لا يستطيع أي طرف ليبي مهما كان تطرفه الفكري أن يرفضه، وهو مشروع دستور ليبي تستقر عليه الأمة بعد المرحلة النهائية وهي مرحلة التوافق، الذي كما قلت لابد أن يسير قدما رغم كل عراقله، لابد أن تسير فيه التغييرات بشكل سلس وبسيط حتى لا يحصل فيه خلخلة ترفض من قبل أكثرية من الشارع أو من قبل أطراف ليبية أو سياسية كبيرة بحيث يصبح وكأنه حبر على ورق. هذه هي الخطوات التي أعتقد أن كافة الدول تسير في ركبها، وكافة الأطراف السياسية المنضوية تحت هذا التوافق تسير في ركبها، وكافة الأطراف والتي هي ليست بكثيرة ممن هي خارج الاتفاق السياسي أصبحت تنصاع وإن بطريقة غير مباشرة لمشروع التوافق الوطني، خاصة إذا ما شاهدنا مثلا مؤخرا قيام البرلمان بمحاولة تغيير محافظ نصر في ليبيا المركزي، ما يجعلنا نتساءل هل البرلمان اعترف بالتوافق الوطني وبأن السيد الكبير هو المحافظ ليبيا المركزي لكي يقوم بتغييره، أم أنه يتعامل وفق أنه برلمان ما قبل الاتفاق السياسي. وهنا سيجعلنا نسأله سؤال، ما هو دور إذن السيد الحبري هناك، وما هو دوره في طباعة أكثر من 4 مليار دينار ليبي اعتمدت من قبل الحبري؟ هناك اشكالات كبيره ولكن الزمن كفيل بحلها. اعتقد ان حتى بعد اللقاء الاخير للسيد عبد الرحمن السحلي
مع السيد عجيلة صالح في إيطاليا ربما تحلحل بعض الإشكاليات على الأقل لإرغام البرلمان أو من تبقى من البرلمان للاعتراف بدخول طيب التوافق في 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 هذه النقطة تحديدا. دعني أسأل سيد بكوش، يعني سيد بكوش، إلى أي مدى تتناسب تجاوب الأطراف وتنازلاتهم اليوم والجهود المبذولة من المجتمع الدولي والإقليمي؟ في تصوري أن هناك تقدم قد لا يكون كافيا، ولكنه تقدم ملحوظ ليس فقط على المستوى الدولي والإقليمي كما ذكرنا سابقا من اقتراب المجتمع الدولي والإقليمي من قصة أن الاتفاق السياسي هو الأساس وأن هناك طرفين يجب أن يتباحثا في هذا الأمر، ولكن أيضا الأطراف أصبحت تقترب من هذا الطرح وهو أن الاتفاق السياسي هو الإطار وأن هناك طرفين يجب أن يتفاوضا. السؤال الآن المطروح هو هل هناك إرادة سياسية لدى الطرفين للقيام بهذه المفاوضات والوصول إلى حل، وهل هناك استشعار من الطرفين بدقة المرحلة وتأزم الأمور والمعاناة التي يعيشها المواطنين. أعتقد أن هذه الأسئلة لا زالت مطروحة، ولكن أيضا هناك سؤال كبير يجب أن نناقشه ربما في حلقة أخرى، وهو هل نحن بصدد البحث أو الإصرار على أن الطرفين مجلس النواب ومجلس الدولة يتباحثا أو يتفاوضا للوصول إلى حل شامل يسبر أغوار الأسباب الرئيسية للمشكلة الليبية، أم أننا نريد أن نقول لهما نريدكما أن تحققا بعض النجاح الذي يرفع بعض المعاناة عن المواطن الليبي ولنتباحث في حل شامل وكامل وممتاز في لحظات أخرى؟ نعم. هذا أعتقد سؤال مهم ربما سيضع الإطار العام لأي مفاوضات قادمة. طيب سيد خضير، كيف تقيم جدية وقدرة الأطراف السياسية الليبية في الاستفادة وتكييف المواقف الدولية والإقليمية لصالح الاستقرار الليبي؟ أظن أنه مع مرور الوقت انهكت القوى السياسية الليبية في الطرفين، وانهكت أيضا القوى العسكرية، وأصبح الطرفين أكثر جدية وأكثر يعني اقتناع أن الحل لن يكون إلا سياسيا، لأنهم جربوا عدة مرات الحل العسكري وعلى الأقل محاولات السيطرة بالطريقة العسكرية وفشلوا. أظن أنهم وصلوا إلى اقتناع وتمنى ذلك أن يجب عليهم أن يجلسوا إلى طاولة واحدة وأن يتفقوا، حتى وإن كان اتفاق يعني مرحلي، لأن الشعب الليبي لم يعد يتحمل هذه الخلافات، ويمكن أن يثور على الجانبين، لأن بعد مرور أكثر من يعني سنوات تقريبا على هذه الطاولة وهذا المشكل الكبير، أصبح الليبي اليوم إذا لم يتفقوا سيكونون الاثنين خاسرين ويبحث. طيب وضحت الفكرة سيد خضير. سيد روايتي أسألك وبعجالة، إلى أي مدى سيسهم لقاء عقيلة صالح وسوحلي لحل المختنقات السياسية وأيضا الإسهام في الوصول بالأجسام المنبثقة لتوافقات في إطار الاتفاق السياسي؟ سيد روايتي، فيما يبدو أن السيد روايتي ليس معنا، وبذلك نصل إلى ختام هذه الحلقة. هنا أشكرك سيد صلاح البكوش على حضورك معنا في هذه الحلقة، وخصوصا بعد الحادثة التي مررت بها، ونتمنى من الله أن يحفظك ويسلمك من هذه الاعتداءات المتكررة في المشهد الليبي. شكرا جزيلا لك. وبالتالي مشاهدينا الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة، ونشكر
ضيوفنا الكرام الذين كانوا معنا عبر الهاتف من مساطة المحلل السياسي أحمد دروياتي، عبر الهاتف من جنيف المحلل السياسي محمد دخذير. شكرا على حسن المتابعة، في أمان الله.